ما رأيكم في من يرى أن حجاب المرأة المسلمة وتسترها يكون سببا في الشوق إلى رؤيتها، وأنها إذا كشفت وجهها وذراعيها يكون سببا في عدم الشوق إلى التطلع أو النظر إليها؟ هذا من دسائس أعداء الله، وهذا من مكائد الشيطان. يقول لهم أعداء الله ويقول لهم الفجرة من الناس، لو تكشفت، لو أنها كشفت وجهها وذراعيها صار ما عندها قيمة ولا أهمية ولا أمر الناس إليها، ويتحجبت فتن الناس بها. هذا من مكائد الشيطان. بعد قد يقولون لها لو أنها مشت عارية لكان أسلم. هذا النتيجة نسأل الله. الحاصل أن هذا من مكائد الشيطان ومن مكائد أعداء الله. فالله جعل الحجاب ما مانعا للشر، قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هكذا يقول ربنا عز وجل، يقول إن الحجاب أطهر لقلوبنا وقلوب النساء جميعا. فدل ذلك على أن عدم الحجاب أحبث للقلوب، ليس أطهر للقلوب، وأنه ينجسها ويخلي بها الفساد.